السلام عليكم. اليوم معي تجربة لسيارة تانية بفئة من السيارات هي الأكثر مبيعاً، وهي سيارات الـ SUV، وتحديداً معي اليوم الجيل الثاني من سيارة المازدا CX-5، واللي طرحتها مازدا بالأسواق عام 2012 لتستبدل فيها المازدا CX-7 لتوقف إنتاجها بنفس العام. وبأسواقنا عم تتنافس المازدا CX-5 مع سيارات شهيرة مثل التويوتا RAV4، النيسان X-Trail والهوندا CR-V. يلا خليني أعرفكم أكثر على المازدا CX-5 2018، وكالعادة لا تنسوا أن تشتركوا بقناة يلا موتر هون على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تشاهدوا آخر تجاربنا دائما. برأيي كانت مازدا من أنجح المصنعين اليابانيين باستخدام لغة تصميم موحدة لكل سياراتهم، فحالياً كل سيارات مازدا وجميع الفئات عم بتتبعوا لغة تصميم مازدا اللي بتسميها كودو ديزاين، روح الحركة، وهذا أعطى سيارات مازدا تصميم مميز من الخارج بدون ما تحاول تقلد سيارات أوروبية تانية. أنا برأيي الشخصي لازم كل من تويوتا، نيسان وهوندا يتعلموا من مازدا بهذا الخصوص، ولغة التصميم هاي هي أهم ما عم بيميز المازدا CX-5، واللي خلاها من أجمل سيارات الـ SUV بهاي الفئة اللي ممكن تقتنيها. هذا التصميم عم بياخد طابع أنيق وبسيط، وبنفس الوقت عم بيحمل جرأة ونضج. التصميم طبعاً عم بتميز بشبك أمامي باللون الأسود كبير مع خطوط متقاطعة، اللي عم بيحمل شعار مازدا هاي السنة داخل علبة من الزجاج، واللي عم بيزيد من فخامة السيارة من الخارج. ومثل ما تعودنا من تصميم مازدا عم نحصل على خط الكروم اللي بتصل بالمصابيح الأمامية، ولكن هاي السنة هو أوضح بكتير وعم بتصل بالمصابيح من الأسفل بدل ما كان عم بتصل فيهم من الأعلى بالموديل السابق. وبنسخة السيارة اللي معنا اليوم وهي CX-5 GTX، المصابيح الأمامية والنهارية وكشافات الضباب هي كلها LED وطبعاً أوتوماتيكية، وأيضاً تتحرك معك بالمنعطفات لحتى تعطيك أفضل رؤية ليلية. عم تحصل المازدا CX-5 GTX على جنوط بقياس 19 إنش، ولكن هن بيكونوا بقياس 17 إنش بنسخ GS والGT، وعم بيستمر من الجانب التصميم البسيط والأنيق للسيارة مع خطوط واضحة على الأبواب وسقف محدب للأعلى. راح نشوف كيف بيأثر على حجم السيارة من الداخل لاحقاً بالفيديو. أما من الخلف فعم بيستمر اهتمام مازدا بالتفاصيل الدقيقة مع مصابيح خلفية بتصميم مميز جداً، جناح صغير بالأعلى بيحمل ضوء الفرامل، ومخرجين للعادم عم بيضيفوا طابع رياضي وشبابي للمازدا CX-5 2018. أما صندوق الأمتعة اللي عم تحصل عليه المازدا CX-5 2018، فعم بحصل على باب بفتح كهربائياً ومن المفتاح، وحجم جيد بوصل ل 506 لتر، ولكنه ليس الأكبر بين المنافسين بهاي الفئة. فمثلاً هوندا CR-V عم تحصل على صندوق بوصل حجمه ل 561 لتر. وهون كمان داخل الـ CX-5 عم نشوف كيف مازدا اهتمت بالتصميم ونوعية المواد المستخدمة، وقدرت تميز سيارتها الـ CX-5 عن باقي المنافسين بهاي الفئة. فأولاً في عنا تصميم أنيق وبسيط جداً للمقصورة، وفي استخدام لنوعية مواد عالية الجودة. فمثلاً نبدأ أنه في جلد طبعاً مستخدم بالـ CX-5 GTX على المقاعد، عم بيجي من لونين أبيض وأسود. طبعاً هاي المقاعد عم تحصل على تحكم كهربائي، ولكنها بتفتقد بالـ CX-5 لخاصية تدفئة أو تبريد. وفي عنا استخدام لمواد طرية على التابلو وعلى الأبواب، وتدخيل للجلد والمعدن والخشب أيضاً هون أمامك بالمقصورة وعلى الأبواب. وقدرت مازدا بذكاء أنه تخفي كل القطع البلاستيكية هون بأسفل المقصورة أو بأسفل الأبواب لحتى أنت ما تلاحظها وأنت جالس داخل الـ CX-5. وأما هون بالخلف، فبداية مازدا أعطتنا أبواب بيفتحوا لتقريباً 90 درجة بسهلوا دخولك للمقصورة بالخلف. أما بالنسبة لنوعية المواد فهي بجودة نوعية المواد المستخدمة بالمقصورة بالأمام، فلسه عندك مواد طرية وجلد مستخدم على الأبواب ومعدن وخشب بالضبط مثل اللي عم تحصل عليه بالمقصورة بالأمام. أما بالنسبة للمساحة بالخلف
بتتذكروا لما حكيت لكم عن السقف المحدب للسيارة؟ هذا عم بيعطيك مساحة كبيرة فوق راسك وعم بحسسك بمساحة كبيرة وانت جالس بالخلف. أما المسافة قدام إجريك فهي مناسبة جدا، ولكني بتذكر انها أقل من المسافة الموجودة بسيارة الهوندا CRV، ولكنها مناسبة لجلوس شخصين بالغين بكل راحة، ولكن جلوس شخص ثالث بالمنتصف شوي صعب، خاصة بوجود هذا الفاصل المرتفع لح يضيق عليه المسافة. أيضا الركاب بالخلف عم بتمتعوا بفتحات لتكييف بالخلف، وأيضا في مسند لليدين فيه كوب هولدرز، وإذا فتحتين هون مخبأ جواته في فتحتين USB لشحن الموبايل. دائما تعودنا من مازدا انه تعطي اهتمام كبير للقياده بالسياره ولمحبي القياده، وفعلا المازدا CX5 2018 ما عم تختلف عن اي سياره مازدا تاني. فتعليق السياره ومقودها اللي عم بيعطيك فيدباك واحساس عالي بخليك دائما تحب تضغط على السياره وتتسارع فيها وتحس بمتعه ادخال هاي السياره الصغيره بمنعطفات بسرعه عاليه. وكمان اعطتنا مازدا وضعيه قياده سبورت، هي بتعلي دورات المحرك وبتخليه دائما نشط لحتى انت تقدر تضغط عليه وتستمتع اكثر بقياده السيارة. وهذا المحرك عم بيجي متصل بجير اوتوماتيكي من 6 سرعات. بدي كمان احيي مازدا بشغلة، بانهم من بين المنافسين دايما بحطوا التيبترونيك بالمكان الصح، فالداون شيفت هو دايما لقدام والاب شيفت لاعلى. ليش؟ لانه كل سيارات السباق بتكون هيك. وهذا كله بخليك تتمنى لو انه مازدا بدل ما اعطتنا محرك الاربعة سلندر 2.5 لتر اللي عم بيولد 188 حصان و251 نيوتن متر من العزم، واللي هو بدي اذكر انه هو اقوى محرك بين المنافسين بهاي الفئة، تمنيت لو انهم اخذوا محرك المازدا CX-7 اللي كان توربو وبيولد 240 حصان، لكانت ضاعفت متعة القيادة بهاي السيارة كتير اكتر. وهذا بينقلني لأتكلم معاكم عن أنظمة السلامة وأنظمة المساعدة على القيادة الموجودة بالمازدا CX-5 GTX. فإحنا عم نحصل على 6 أكياس هوائية داخل السيارة، أنظمة مساعدة على القيادة كتيرة، منها تنبيهك طبعا بالنقطة العمياء، نظام تثبيت سرعة تكيفي مع رادار، ونظام تنبيهك بالخروج من المسار وإبقاء السيارة بالمسار. وطبعا السيارة بتنبهك بأي اصطدام محتمل وبتتدخل اوتوماتيكيا بالفرملة إذا حست إنه في اصطدام محتمل قادم. وكمان السيارة بحساساتها الأمامية والخلفية وكاميرا الركن الخلفية بتتحسس أي حركة سير خلف السيارة أو أمامها، وبتتدخل بالفرامل كمان إذا حست في أي اصطدام محتمل قادم. خليني أبدأ أعرفكم على التجهيزات والمواصفات اللي بنحصل عليها بالمازدا CX-5 2018. فنسخة الجي تي اكس عم تيجي مع إمكانية دخول السيارة وتشغيلها بدون مفتاح، لكنها بتفتقد لإمكانية تشغيل السيارة عن بعد. وأيضا عم تحصل على شاشة لنظام الترفيه بقياس 7 إنش، طبعا الشاشة لمس، ولكن مازدا وللسلامة بمجرد ما أنت تقود السيارة فأنت ما رح تقدر تستخدم اللمس على الشاشة، ورح تضطر أنك تستخدم هذا القرص والأزرار الموجودين بالكونسل الوسطي للتحكم بالأنظمة اللي عم تعطيك إياها هاي الشاشة، واللي هي طبعا عم بتقدم لك نظام نافيجيشن، اتصال بلوتوث، والتحكم بالنظام الصوتي واللي هو عم بيجي من 10 سماعات ومن شركة بوز. ولكن كمان عم نفتقد، مع أنه السيارة موديل 2018، عم نفتقد لدعم لأبل كار بلاي وأندرويد أوتو. وكمان عم نحصل هون بجانب هاي الأزرار لزر فرملة كهربائية مع خاصية مسك الفرامل أوتوماتيكيا بمجرد ما تتوقف بالسيارة. ونسخة الجي تي اكس كمان عم تحصل على نظام كلايمت كنترول ثنائي المناطق، تمنيت لو مازدا حطوه بمكان أعلى شوي بدل شاشة التنبيهات الصغيرة الموجودة هون بالتابلو، لكان أقرب للسائق أنه يتحكم بنظام التكييف بسهولة أكبر برأيي. والسائق عم بحصل أمامه على شاشة دائرية مدمجة بلوحة العدادات بتظهر له معلومات مختلفة بقدر يخصصها عن طريق الزر الموجود على المقود.
وكمان أخيرا تخلصنا من الهيدز أب ديسبلاي اللي كان بينعرض على لوحة بلاستيكية بتطلع من التابلو، وهلأ عم نحصل على هيدز أب ديسبلاي بيعرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وبيعرض معلومات مثل سرعة السيارة، معلومات نظام تثبيت السرعة، وحتى معلومات النافيجيشن. بنهاية تجربتي للمازدا CX-5 2018 بقدر أكد لكم أنها بتتميز عن منافسينها بتصميمها المميز الجذاب وتجهيزاتها المنوعة والكتيرة، وطبعاً قيادتها اللي فيها إثارة ومتعة، ولكن للأسف هي كمان عم تتفوق عليهم من ناحية الأسعار. وليش قلت بالأسف؟ لأنه هاي المازدا CX-5 بأسواقنا بالإمارات هي الأغلى بين كل منافسينها، فنسخة الجي اس عم تبدأ بسعر 90,000 درهم إماراتي، ونسخة الجي تي عم بوصل سعرها ل 105,000 درهم، أما نسخة الجي تي اكس اللي كانت معنا اليوم فعم بوصل سعرها ل 135,000 درهم، مما جعلها الأغلى بين منافسينها بأسواقنا، ولكنها لا زالت فعلا سيارة مميزة جدا بهاي الفئة من السيارات. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتي لليوم، وبشوفكم بتجارب قادمة، ومع السلامة.